حمسة حق الباقر، ثوم وزنجبيل وورق الليمون وفلفل وورق الغار. وعندنا صلصة مع الحمسة، خليه تكمر شوي. كملت الصلصة، الباقر طحناها نص فوحة وكسرناهم في النص جي قسمناهم، ننزل الكمية كاملة. لازم الحين حبة ثوم، الصغار نخليهم مثل ما هم، الكبار نكسرهم مثل ما في شكل. طبعا صالونة الكاري بالطريقة التايلندية مسوينها وايد حلو، خصوصا اضفنا ورق الليمون وهذا صالونة.